ليكم أبطال الصف الأول الإعدادي للمنظومة الجديدة 2025. النهاردة إن شاء الله هنشرح دروس 3 و4 و5 و6 من الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر. طبعا قبل ما نبدأ أحب أفكركم إن روابط شرح قواعد الوحدة، قاعدة المضارع المستمر وقاعدة ضمائر المفعول هتلاقيهم موجودين في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يا ريت تشوفهم وتتابع الشرح اللي فيهم، أكيد هيفيدك إن شاء الله. في صندوق الوصف رابط التواصل معي بشكل مباشر من خلال التليجرام، هتبعت لي أي سؤال أو أي استفسار ليك وأنا هرد عليكم على مدار اليوم. كمان ما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتتابعوا معايا باقي المنهج. ودلوقتي نبدأ الدرس بتاعنا. عنوان أول درس أو أول جزء في درسين 3 و4 Our School Bazaar، يعني سوق المدرسة أو السوق التجاري للمدرسة بتاعتنا. والموضوع الثاني giving advice يعني إزداء النصح أو إعطاء النصح. أول حاجة زي ما تعودنا الكي فوكاب، المفردات الرئيسية. هنقرأ مع بعض المفردات الرئيسية ويريد اللي سمعني يردد ورايا. stall. لاحظ هنا ان حرف الـ A مع الـ L دايما بيديك صوت الـ O. stall يعني كشك لبيع السلع. stall طبعا الكلمة دي كاتب هنا N يعني noun دي معناها اسم، يعني الكلمة دي اسم. bazaar اللي هو البازار، السوق التجاري. برضو الكلمة دي noun، قلنا noun يعني اسم. homemade صناعة منزلية. طبعا كاتب هنا adj ودي معناها ان الكلمة دي adjective معناها صفة. homemade بنوصف بيها الشيء اللي مصنوع في المنزل. cupcakes الكعك المحلى. school principal مدير المدرسة. stressed طبعا الدي هنا بتنطق ت. stressed يعني مجهد أو متوتر. beads حبات الخرز. beads. string الخيط. string. bracelet اللي هو الأسورة أو السوار. bracelet اللي هي الأسورة أو السوار. jewelry مجوهرات أو حلي. jewelry expert خبير. expert. relax طبعا الاي والدي لما بتضافوا الدي بتنطق ت فتبقى relaxed. نصيحة advice بعد كده quiz. معانا الكويز دواتي او البوب كويز ده، ده طبعا تدريب علشان معانا البوب كويز وده تدريب طبعا علشان يخليك تتقن المفردات اللي انت شفتها، علشان تتقن المفردات اللي انت قريتها. اول سؤال معانا mom made jam at home يعني امي صنعت مربى في المنزل. it is طبعا it is homemade تبقى number one. خان الخليلي is a famous طبعا famous bazaar يعني سوق تجاري مشهور. that sells يعني يبيع drinks and snacks مشروبات وجبات خفيفة. طبعا stall اللي هو الكشك. she wears هي ترتدي around يعني حول her wrist ده اللي هو المعصم. طبعا بترتدي bracelet اللي هي الاسورة هتبقى number 4. بعد كده كلمات lesson 3 المفردات، طبعا دي المفردات الاضافية. lemonade عصير الليمون. weather الطقس. agree يوافق. discuss والماضي بتاعه discussed. almost طبعا الADV اختصار كلمة adverb يعني ظرف أو حال، كلمة دي نوعها ظرف. almost تقريبا. decorate
decorate يعني يزين أو يزخرف، decorate والماضي بتاعه decorated زينة أو زخرفة، ingredients مقادير أو مكونات، ingredients reason سبب أو مبرر، reason طبعا الأو هنا silent، explain يشرح والماضي بتاعه explained، vote يعني ينتخب أو يدي صوته يعني في الانتخابات، vote والماضي voted، plan يخطط والماضي planned، polite مهذب. بعد كده break time اللي هي الفسحة، best friend أفضل صديق، best friend، worried يعني قلق، extra معناها إضافي، calm هادئ، calm طبعا ال silent، relaxed الدي هنا بتنطق الت، relaxed مسترخي أو مستريح، letter خطاب، surprised مندهش، surprised after school classes فصول ما بعد المدرسة اليوم الدراسي أو بعد المدرسة يعني، after school classes. بعد كده الأفعال sell sold made given. بعد كده الفوكاب ستادي، أول حاجة السينونيمز اللي هي المترادفات والأنتونيمز اللي هي المتضادات، polite gentle friendly impolite rude calm quiet peaceful angry nervous stressed worried relaxed true correct right incorrect false disagree refuse agree. بعد كده ال prefixes وال suffixes، البريفيكس dis بتدي العكس زي disagree، والسافكس id اللي هي ed بتكون الصفة من الفعل زي worry يقلق، worried يعني قلق. بعد كده general notes on reading and listening، ملاحظات عامة على نصوص القراءة والاستماع، apostrophe d زائد love هي اختصار، طبعا apostrophe دي اختصار لكلمة would love بيجي وراها الاسم اللي انا بوده او اريده يعني، او to والفعل في المصدر الفعل اللي انا اود ان انا افعله. نشوف الامثلة كده، I'd love a glass of cool lemonade right now يعني اود او ارغب او اريد كوباية من الليمون البارد الان، I'd love to أود أن have وده المصدر بتاع الفعل هو have pizza أود أن أتناول بيتزا. بعد كده it is important to من المهم أن، طبعا هي التركيبة ديتي it is وبيحط هنا صفة وto والفعل في المصدر، يعني مثلا حطيت هنا صفة زي easy معناها سهل هتبقى it is easy to من السهل أن، وراء to والفعل في المصدر اللي هو من السهل أو من المهم أو من الصعب إن إحنا نفعل. It is important من المهم أن to be polite أن تكون مهذب. ممكن نعمل التركيبة دياتي ونقول it is important for من المهم لي، ونكتب هنا اسم الشخص اللي هو الشيء ده أو الفعل ده مهم لي، أو pronoun بس pronoun طبعا يبقى ضمير مفعول اللي هما me و us و him و her، طبعا هتلاقيهم مشروحين بالكامل القاعدة ديتي في فيديو، طبعا سيب لكم الرابط بتاعه زي ما قلت في صندوق الوصف. فيبقى هنا يا اما اسم الشخص يا اما ضمير مفعول بينوب عنه من الضمائر اللي احنا درسناها في الوحدة دي. وبعد كده to والفعل في المصدر اللي هو مهم ان هو مثلا يعمله، it is important for us من المهم لنا، او for علي من المهم لعلي، to do regular exercises ان يقوم بتمارين منتظمة. بعد كده كلمة weather وكلمة climate، weather اللي هو حالة الجو في فترة قصيرة زي يوم أو أسبوع مثلا، لكن climate اللي هو حالة الجو في فترة طويلة زي مثلا فصل من فصول السنة أو كده، the weather is hot today الطقس حار اليوم، the climate of most African countries المناخ بتاع معظم الدول الأفريقية is usually hot عادة ما بيكون حار.
بعد كده ال important expressions and prepositions، التعبيرات وحروف الجر المهمة. I don't think so. Almost over. There you go. Take a long time. Give a reason. I am not sure about that. Work hard. Join a club. Give advice. Ask for advice or help. Disagree with. Think of. Share with. Go out. Worried about. Good at. ده نص استماع على lesson 3 كتاب الطالب، هتلاقيه في صفحة 32 في كتاب المدرسة عندك. نص الاستماع هنا حوار ما بين سلمى وسحر. سلمى بتقول لسحر هاي سحر. هاي سلمى. What are you drinking؟ هتلاقي ماذا تشربي؟ Homemade lemonade. My friend شروق and her brother are selling it from their stall at the bazaar. بتقول لها ده عصير ليمون مصنوع في البيت او منزلي يعني. My friend صديقات شروق واخوها بيبيعوه من الكشك بتاعهم في البازار في السوق التجاري. سارة تلاقي that's a good idea isn't it؟ تلاقي دي فكرة حلوة مش كده؟ Yes I agree. تلاقي بتفق معاك. The weather is so hot. الجو حر جدا. I'd love a glass of cool lemonade right now. هتلاقي أنا عايزة كوباية عصير ليمون منعش الآن. Well, حسنا. Why don't you buy some? هتلاقي لما لا تشتري بعضا منه. I don't think so. هتلاقي ما أعتقدش كده. Our break is almost over. الفسحة بتاعتنا أو وقت الراحة بتاعنا انتهى. تقريبا انتهى يعني. Okay. What's that you're making? قالت لها ايه اللي بتصنعيه ده؟ بتقول لها it's jewelry. مجوهرات. Look, انظري. I put these beads onto some string. And there you go. A bracelet. بتقول لها انا جبت الخرز ده وحطيته في نوع كده من الخيوط. وبقي bracelet. اسورة. سلمى بتقول لها that's cool. رائع. أو لطيف. You could sell them at the next school bazaar. هتلاقي أنت ممكن تبيعهم في السوق التجاري بتاع المدرسة القادم. But they take a long time to make. هتلاقي بس بياخدوا وقت عشان يتعملوا. الحاجات دي يعني تستهلك وقت. That's true. سلمى هتلاقي ده حقيقي فعلا. Why don't we sell some of our old toys? هتلاقي ليه ما لا نبيع بعض من الألعاب بتاعتنا القديمة. I'm not sure about that. هتلاقي أنا مش متأكدة يعني أو يعني مش ميالة للفكرة دي. It would be nice to make something. هيكون شيء لطيف إن إحنا نعمل شيء. I know. أنا أعرف. How about cupcakes? ماذا عن الكعك المحلى؟ Everyone loves cupcakes. سلمى ردت وتلاقي great عظيم. Let's find the ingredients. هيا نجد المكونات. بعد كده ده نص reading on lesson 4 الدرس الرابع. هتلاقيه في صفحة في كتاب المدرسة صفحة 34 Ask Jenna. اسأل Jenna. Share your problem with Jenna. Jenna ديت بتستقبل مشاكل وبتبعت حلول لأصحابها. الرسالة هنا بتقول Dear Jenna, عزيزتي جانا, I'm writing to you about my best friend فريدة. She's a good friend and a kind person. بتقول لها أنا بكلمك عن أفضل صديقة ليا فريدة. هي صديقة جيدة وشخصية طيبة وبتعمل بجد في المدرسة. She works hard at school. My friends and I are really worried about her. إحنا أنا وأصدقائي قلقين جدا علشانها. She studies all the time. بتذاكر طول الوقت. And she is very stressed. ودايما مضغوطة ومتوترة. Her parents work hard. والديها بيعملوا بجد. And they want her to do well at school. وعايزينها تحل كويس أو تأدي بشكل كويس في المدرسة. She wants to make them happy. وهي عايزة تخليهم سعادة.
She doesn't go out at break time. هي مش بتطلع في وقت الفسحة. And she always asks our teacher for extra homework. ودايما بتطلب من المدرس بتاعنا ان هو يديها واجب اضافي. Last week she asked him to give her exercises for the weekend. الاسبوع الماضي طلبت من المعلم ان هو يديها تدريبات تاني علشان تحلها في اجازة نهاية الاسبوع. هو كان مندهش. We want her to spend her free time with us to relax. راشا اللي بعت الرسالة ديتي لجانا اللي بتحل طبعا المشكلات. بتقول انهم عايزين فريدة صديقتهم ديتي ان هي تقضي وقت فراغها معاهم وترتاح وتحاول تريح نفسها كمان. It is a good idea to ask her to play sports with us. بتقول فكرة جيدة لو احنا طلبنا منها ان هي تلعب معنا رياضة. It's fun انها متعة. Or maybe ربما we can all join a club to learn a new skill. او ربما ان احنا ممكن كلنا ننضم لنادي عشان نتعلم مهارة جديدة. She is good at it. هي جيدة فيها. What do you think? ما رأيك او ماذا تعتقدين؟ دول الدرسين الخامس والسادس بعنوان literature اللي هو الأدب. الأدب هنقرا قصة، وقصة النهاردة عن بنت اسمها نرمين هاجرت مع والديها لمدينة أوكسفورد وبتمارس هواية غريبة شوية وهي جيو كاشين اللي هو هواية البحث عن الكنوز في رواية الطلق. بس طبعا الكنوز دي مش بتبقى كنوز حقيقية، مش كنوز بالمعنى المتعرف عليه، لا هي بتبقى عبارة عن علبة كده أو أي حاوية محطوط فيها مثلا أدوات مدرسية، لعب، مثلا ميدالية مفاتيح، حاجة كده بسيطة يعني. واللعبة دي بتتلعب عن طريق تطبيق على الموبايل، وبيحدد المكان بتاع اللعبة عن طريق الجي بي اس أو نظام تحديد الأماكن. تعالوا كده نبدأ بالكلمات الأساسية. هوم تاون بلد المنشأ أو مسقط الرأس. هوم تاون يعني البلد اللي أنا اتولدت فيها. Hometown. Coordinates. 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 إحداثيات. الإحداثيات دي اللي بنستخدمها يعني مثلا بيبقوا عبارة عن رقمين مثلا. Coordinate ده واحد منهم بنستخدمه لتحديد مكان شيء. Coordinates. طبعا الكلمة دي لها نطق تاني هو Coordinate. Coordinate لو طولنا في الـ A فده معناه ينسق أو ينظم مثلا. لكن لو نطقناها coordinate فيبقى معناها إحداثيات. يعني النطق ده عشان نخليها noun اسم، لكن لو نطقناها coordinate ومدينا كده في الايه فهتبقى verb فعل. فالنطق هنا coordinate. Coordinate يعني إحداثيات، إحداثي، و coordinates طبعا اللي هو الإحداثيات. Geeky. Geeky يعني واسع الاطلاع أو شديد الاهتمام. Outdoor. Outdoor. Outdoor في الخارج. Clue. Clue دليل أو مفتاح اللغز أو شيء بيعرفني حل لمشكلة أو مثلا حل للغز مثلا معين. Geocache. 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 Geocache اللي هو حاوية مخبأة أو خبيئة. وزي ما قلت لكم كده ان هي بتبقى عبارة عن علبة او حاوية مثلا او صندوق، وفي مثلا حاجة كده زي هدايا كده، بس هدايا طبعا تبقى بسيطة مش كنز طبعا ولا الكلام ده. Interests اهتمامات. Interests. Art club نادي الرسم. Art club. Hobby. Hobby هواية. Geocaching اللي هي هواية البحث عن الكنوز في رواية الطلق. Geocaching. Treasure كنز. Treasure لازم حرف الاسم ينطق ج زي جي كده. Treasure. Logbook لو السجل. Logbook. App اختصار كلمة application والتطبيق. Hunt. Hunt يعني يبحث أو يفتش أو تفتيش أو يصطاد أو صيد، برضه تدي المعنى ده. Hunt. Relaxing يعني يساعد على الاسترخاء أو مريح. Relaxing. Tips نصائح أو تلميحات. Tips. Share يشارك. بعد كده pop quiz على الكلمات اللي احنا لسه قاريينها. When I travel abroad يعني travel abroad يعني أسافر للخارج.
ادي معنى traveled abroad. I miss يعني افتقد my، طبعا my hometown الموطن بتاعي او مسقط راسي. I like to draw and paint in the، draw يعني ارسم و paint يعني الون، in the طبعا art club تبقى number 2. I have found يعني وجدت some to solve، solve يعني احل، the puzzle اللي هو اللغز طبعا هتبقى clues تبقى number 3. I like to do activities in the fresh air في الهواء الطلق، طبعا هنا تبقى outdoor يعني خارج، تبقى هنا number 4. Taking photos التقاط الصور and drawing are my favorite، التقاط الصور والرسم دي طبعا هوايات، هتبقى my favorite hobbies هوايتي المفضلة تبقى number 5. بعد كده معنا lesson 5 الدرس الخامس، الـ extra vocab أو الكلمات الإضافية بتاعته. Message يرسل رسالة، message، explore يستكشف، classmates زملاء الدراسة، solve يحل، events أحداث، events، location موقع، location، sort والماضي بتاعه sorted يعني صنف أو نوع، record سجل، record، suggest والماضي بتاعه suggested يعني يقترح، lunch time وقت الغداء، lunch time، notice يلاحظ، notice، hidden مخفي أو مخبأ، hidden، challenge تحدي أو يتحدى، shell صدفة، geocachers الباحثين عن الكنوز، add يضيف، included متضمن مندمج أو متضمن أو يعني included دي لما نقول مثلا إن هو واحد اندمج وسط مجموعة أو حاسس إن هو included يعني حاسس إن هو تم اندماجه في المجموعة أو انسجم مع المجموعة، والمجموعة اللي هو قاعد معاها أو عايش معاها أو بيتعلم معاها تقبلته، ده معنى included. lead يعني يقود أو يؤدي، lead، improve يحسن، improve، separate يفصل، practice يتدرب، art الفن أو الرسم، surprise دهشة، surprise، painting لوحة أو الرسم، painting، forum post منشور المنتدى، forum post، paint يلون أو يدهن، paint، theme فكرة رئيسية أو موضوع، theme، humor مزاح أو دعابة، humor. بعد كده الأفعال، set found feel felt draw drawn met. بعد كده معانا بعض التعريفات، study these definitions، مطلوب منك انك انت تفهم طبعا التعريفات، مش مطلوب ابدا انك انت تحفظها. geocache a hidden box with small interesting things in for people to find، حاوية مخبأة أو خبيئة، بيبقى صندوق كده صغير وعلبة صغيرة فيها بعض الحاجات الشيقة بس مش بتبقى حاجات غالية يعني للناس عشان يجدوها. clues information معلومات that helps you solve a problem or find something، إنك الكلوز ديت عبارة عن أدلة أو مفاتيح كده بتخليك تفهم إزاي تحل مشكلة أو إنك تجد شيء. coordinates pairs of numbers أزواج من الأرقام used to find استخدم لإيجاد the location موقع of something شيء ما. geeky not cool very interested in particular thing يعني شخص واسع الاطلاع أو مهتم بشيء معين زيادة عن اللزوم. logbook a written record of events written معناها مكتوب و record معناها سجل. events معناها أحداث. treasure hunt البحث عن الكنوز. treasure hunt a game لعبة which you play to find something اللي بتلعبها عشان تجد شيء ما. has been hidden مخبأ أو تم إخفاؤه أو تم تخبئته. بعد كده collocations متلازمات لفظية. make friends feel included feel happy do geocaching
جيو جيو كاشين، بعد كده الفوكاب ستادي، مترادفات والمتضاد زي quickly fast slowly normal usual abnormal unusual beautiful wonderful horrible. بعد كده ال prefixes وال suffixes، ال suffix -ed زي ما قلنا بيحول الفعل الصفة زي interested included، و -ing suffix -ing بيحول برضو الفعل الصفة زي relaxing. بعد كده معنا general notes on reading and listening، ملاحظات عامة على القراءة والاستماع. miss و lose، miss معناه يفتقد شخص أو مكان يعني يوحشه، أو يفوت وسيلة مواصلات زي مثلا لما أقول I missed the bus، أنا فاتني الأتوبيس. نرمين misses her hometown يعني وحشها أو بتفتقد مسقط رأسها أو بلدها الأصلية اللي اتولدت فيها ألكساندريا. أما lose يفقد بمعنى يضيع منه الشيء، لما أقول مثلا I lost، lost هو الماضي بتاع lose، I lost my mobile phone yesterday، يضع مني تليفوني بالأمس. outdoor معناها خارجي، دي صفة وبتيجي قبل الاسم، مينفعش تيجي بعده، لازم تيجي قبل الاسم. ولما بنوصف الشيء ده إن هو خارجي بيتم في الهواء الطلق كده. Geocaching is a special sort، sort دي يعني نوع، نوع خاص of outdoor treasure hunt، نوع خاص من البحث عن الكنوز في الهواء الطلق. Outdoors دي معناها خارجيا، ودي adverb يعني ظرف، ودي بتوصف الفعل اللي بيتم خارج المنزل أو في الهواء كده. زي football is played outdoors يعني الكرة بتلعب كرة القدم بتلعب خارجيا، يعني بتتلعب في ملاعب مفتوحة، لكن مثلا ما بتتلعبش في أماكن مغلقة أو صالات مغطاة مثلا. بعد كده الفرق بين tip و advice، tip يعني نصيحة، اسم عادي يعني ممكن نجمعها، ممكن نقول tips نصائح. We could give each other، each other يعني كل منا الآخر، يعني كل واحد منا يعطي للتاني tips نصائح to improve عشان نحسن our work عملنا. لكن advice دي معناها نصيحة، ده اسم ما بيتعدش يعني مفرد على طول وملوش جمع، ما نقولش advices نصائح ما تنفعش. My mother gave me، أمي أعطتني some advice بعض النصح أو بعض النصائح to do better عشان أدي بشكل أفضل. بعد كده important expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر المهمة. Explore the city يستكشف المدينة. Solve the clue أو problem يحل اللغز. Come over يزور. All over the world في كل أنحاء العالم. Three heads are better than one يعني ثلاث عقول تفكر معا أحسن عقل واحد. That sounds fun يبدو ممتعا. Set up يؤسس أو ينشئ. Have fun يستمتع. The rest of the class باقي الفصل. Work together يتعاون أو يعمل معا. Don't mind لا يبالي أو لا يمانع. Count me on in اعتبرني مشاركا. Nice to meet you يعني سعيد بمقابلتك. Prepositions move to ينتقل إلى. Sort of نوع من. Pair of ذوق من. On the phone على الهاتف. Put something back يعيد شيء ما إلى. Add to يضيف إلى. Decide on يختار. Work out يعني يستنبط أو يستنتج. ده نص القراءة بتاع الدرس، هو عبارة عن قصة زي ما قلت لكم. نرمين بنت اسمها نرمين هاجرت لمدينة أوكسفورد مع والدها ووالدتها. عنوان القصة بيقول An unusual hobby هواية غير عادية، هواية غريبة. البداية بتقول When Nermin's family moved to Oxford for dad's job she misses her hometown Alexandria. بيقول لما أسرة نرمين هاجرت أو انتقلت لمدينة أوكسفورد عشان وظيفة والدها، هي بتفتقد الهومتاون، بتفتقد مدينتها مسقط رأسها اللي تربت فيها Alexandria. She decides to use her favorite hobby بتقرر انها تستخدم هويتها المفضلة Geocaching to explore the city عشان تستكشف المدينة. Geocaching is a special sort of outdoor treasure hunt نوع مميز أو نوع خاص من البحث عن الكنوز في الهواء الطلق. Just like مثل a normal treasure hunt زي البحث عن الكنوز العادي.
You solve clues بتحل ألغاز to help you find something interesting عشان تساعدك إنك تحل شيء أو توصل لشيء interesting شيق the treasure الكنز. But in geocaching لكن في الهواية دياتي the clues come from an app بتيجي من المفاتيح اللي هي بتساعدك إن أنت توصل للكنز بتيجي من تطبيق on your phone على تليفونك. When you solve the clues لما بتحل الألغاز you get coordinates بتحصل على إحداثيات which are pairs of numbers بتبقى عبارة عن أزواج من الأرقام. These help you find the treasure ودي بتساعدك في إيجاد الكنز. The geocache هي الخبيئة أو الشيء اللي هم مخبيين. A box عبارة عن صندوق أو علبة يعني with small interesting things in it عبارة عن صندوق أو علبة فيها حاجات شيقة كده مخباة بداخلها. The middle منتصف القس. In Alexandria في الإسكندرية Nermi loved geocaching with her friends كانت بتحب الهواية دي مع أصدقائها. She is worried that her new classmates might think geocaching is geeky so she doesn't tell them about it. هي طبعا قلقة ان اصدقائها الجداد في مدينة اوكسفورد يعتقدوا ان الهواية دي مملة مثلا او كده عشان كده هي مش عايزة تقول لهم عنها. Then one lunch time في مرة كده في وقت الغداء نيرمين is looking at a new challenge on her phone شافت تحدي جديد على تليفونها. When two girls from her class لما عندما بنتين من فصلها Sarah and Ella come over لما جم زاروها. What's that game? asks Sarah. سارة بتسألها بتقول ايه اللعبة دي. Nermin explains Nermin بقى بتشرح لسارة there are millions of geocaches all over the world في ملايين من الكنوز المخبأة دياتي على مستوى العالم. When you find one لما تلاقي واحد you don't take the treasure مش بتاخد الكنز. When you write your name in a log book في سجل البحث to tell other geocachers عشان تخبري الناس اللي هم geocachers اللي هم الباحثين على الكنوز that you found it ان انت وجدتيها. Then you put it back وبعد كده بترجعيها. If you want لو انت عاوزة you can put something يمكن تضع شيء new شيء جديد يعني into the geocache في الصندوق ده اللي بيتحط فيه الحاجة for other people to find للناس التانيين علشان يجدوا. That sounds fun إلا قالت لها هي الصديقة التانية قالت لها يبدو ممتع. Can we play too ممكن نلعب احنا التانيين. Sure بالتأكيد. But this is a really difficult one قالت لها بس ده صعب صعب جدا التحدي. That's okay three heads are better than one قلت لها تلات عقول بيفكروا مع بعض أحسن مما واحد يفكر واحد. So maybe we will find the treasure more quickly together. وده مكننا من إحنا نحصل على الكنز أو نلاقي الكنز بشكل أسرع. Their classmates notice that Nermin, Sarah and Ella are spending all their lunch times together. زملاء الفصل لاحظوا نيرمين وسارة وإلا بيقضوا وقت الغداء بتاعهم مع بعض. They ask questions and soon there are 10 of them geocaching. طبعا الفضول أخذهم وبيسألوا بعد كده في 10 منهم بيعملوا أو اندمجوا في الهواية بتاعت الجيوكاشينج دياتي. Then they find the geocache ولقيوا الجيوكاش اللي هي الخبيئة أو الشيء المخبأ ده. They discuss بيتناقشوا what to add to it وبيتناقشوا ايه اللي ممكن يضيفوه ليه. They decide on اتفقوا يعني على a school chair كرسي مدرسي and a shell وقوقعة from the beach من الشاطئ in Alexandria في اسكندرية. The end نيجي بقى لنهاية القصة. One day Nermin, Sarah and Ella decide to make their own geocache حابوا يعملوا الكنز المخفي بتاعهم الخاص بيهم. They tell their math teacher بيخبروا مدرسة الرياضيات بتاعتهم. She thinks بتعتقد their idea is good بتعتقد ان فكرتهم جيدة. And she says that
The geocache could be a challenge. تقول الخبيئة دي أو الشيء اللي بيخبأ ده ممكن يكون challenge، تحدي for the rest of the class، لباقي الفصل. The clues lead the class. المفاتيح الألغاز بتقود الفصل all over the school، في كل أنحاء المدرسة. It's hard work. إنه عمل صعب. But they have to work together. لكن يجب أن يعملوا سويا أو مع بعض يعني. Nermeen feels included. حست بالاندماج، إن هي اندمجت مع زميلها. And happy. وبالسعادة. Finally، أخيرا. They work out the coordinates. بيفهموا أو بيستنتجوا الإحداثيات اللي بترشدهم للمكان. And they find and find the geocache، وبيلاقوا الكنز المخفي أو الخبيئة دي. They all have such a good time، بيقضوا وقت رائع مع بعض. That they don't even mind that the treasure is extra math homework، وهم بيقضوا وقت وبيستمتعوا بالوقت حتى لو طلع الكنز بتاعهم ده واجب رياضيات إضافي. بعد كده نبيلة's forum post، منشور نبيلة في المنتدى. نبيلة أو ناب دي اختصار كلمة نبيلة، paints يعني هي الألوان أو الدهانات أو اللوحات المرسومة. Hi everyone، I love coloring and painting، بحب ألون وأرسم. And I really enjoy going to art club after school، وبتحب ان هي تروح لنادي الفن بعد المدرسة. I also practice most days at home، وبتمرن او بتدرب معظم الايام في البيت. It's so relaxing، شيء بيريح جدا. My favorite thing to draw، شيء المفضل للرسم، is animals، الحيوانات. I think I can draw cats, dogs, rabbits quite well، واعتقد ان انا بقدر ارسم قطط وكلاب وأرانب جيد بطريقة جيدة إلى حد ما. Here's a drawing، إليكم رسمة. I did of my cat last week، رسمتها لقطتي الأسبوع الماضي. Do you like art؟ هل تحبون الرسم أو الفن؟ Too أيضا. I would like to meet other people who share my hobby، أنا أتمنى أن أنا أقابل ناس تانيين بيشاركوا معي نفس الهواية. So that we can set up a group to draw and paint together، عشان كده نقدر نعمل مجموعة نرسم ونلون فيها مع بعض. We could share ideas، ممكن نتشارك الأفكار. Give each other tips، وندي لبعضنا نصايح. To improve our work، عشان نحسن شغلنا. And have fun، ونستمتع. Message me، راسلوني. نشوف التعليقات. Alex بيقول هنا cool drawing، رسم لطيف. I love drawing animals too، بحب رسم الحيوانات أيضا. Let's share some pictures، هيا نتشارك بعض الصور. هيكي بتقول great idea، فكرة عظيمة. Count me in، اعتبريني مشاركة معك. ده رد reply to نبيلة's post، رد على البوست بتاع نبيلة. Nice to meet you نبيلة، مسرورة بلقائك يا نبيلة. I like your idea، عجباني فكرتك. I draw and paint a lot too، وأنا برضو برسم ولون كتير. But sometimes، لكن أحيانا. I want to practice and share my pictures with other people، بس أحيانا بحب أتمرن وشارك صوري مع الناس التانية. I also have an idea for the group، عندي برضو فكرة للجروب. We could have a different theme every month، everyone in the group draws or paints a picture on that theme، يعني ناخد موضوع وكل واحد يرسم صورة في الموضوع ده، حيوان مثلا معين ويرسمه صورته أو منظر معين كده يتفق عليه وكل واحد فيهم يرسم له صورة. We can then share them، وبعد كده نشاركهم at the end of the month، في نهاية الشهر. What do you think، ما رأيك؟ بكده نكون خلصنا شرح دروس 3 و 4 و 5 و 6 من كتاب نائل عملاق كتاب المعاصر. يا رب يكون الشرح عجبكم. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد قريب. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. Goodbye.